Bonsoir les copines, oui ça raconte. Ah ben tu as studié, tu as studié mes recettes, tu as studié mes stories. Ah, اليوم نقدم لكم الضيافة اللي راهم عندي. بون هادوما ولاد لوستي. هاوليك غير السنة باش تبانها. هاوليك فوالا راهم حابين يبانو في ستوري من بعد. الو اليوم قلتلهم اليوم تبانو. اليوم راح ندير معاكم لا غوسيت تاع ليكيش بسيدة الوعرة اللي كيما تا أم وليد. فوالا دونك شوفوا أنايا حنضاعف المقادير باسكو رانا شوية غاشي. فوالا هي أو برانسيب 125 غرام بيضة، شوية ملح، شوية سكر، شوية لافاني، 6 مغارف تاع الماء ياك يعني، وتليموها بال 200 غرام فارين. انا حندوب لي كلش كاع تما الزبده ندير 250، البيض ندير زوج، الخميره ندوب لي شويه، لا فارين ندير 400 غرام، ندير طنش المغرفه تاع ما باردون فوالا تما كل الو صحباتي باش نديرو ليكيش تاعنا كما قلت لكم انا حنضاعف كاع المقادير. الو الحاجه الاولى اللي درتها درت هذيك فلوريال الزبده، درت 250 غرام، ومن بعد هذيك درت زوج حبات بيض، درت 12 مغرفه تاع ما دافي. بون هاد لا غوسيت تاع هشام كوك دخلوا في لاشين يوتيوب تاعو تصيبوها. انا برك ضاعفت المقادير وزدت السكر من عندي وزدت شويه خميره من عندي باسكو الحباب نفخه شويه. هذا ما كان دونك فوالا زدت لها السكر الملح ودرت 400 غرام تاع فارين، هما نورمالمون يديروا 200 غرام برك، درت 400 غرام وزدت شويه 400 غرام باش تلايم لي مليح. دونك لا بات تاعنا هاي اللي كيفاش ولات، لازم تكون طريه فريمون طريه. هاي ليك فوالا نخلوها ترتاح ونروحو نوجدو الحشوه.